الراديو 90-90 هواها مصر. ومسك الختام، يعني دي آخر حاجة في مراجعات الثانوية العامة النهاردة، ويعني شرفنا يكون معانا علامة في هذا المجال دكتور أحمد شفيق، منورنا يا فندم. وأنا متفائل بالختام، إن شاء الله يكون حاجة حلوة ويكون الطلبة كده تاخد الجرعة التمام في الجيولوجي إن شاء الله. تفضل فندم. أحب أرحب بولادي الأول اللي صاحي منهم واللي نايم عشان ما حدش يزعل. صحيح الله يكون في عونهم، ما فيش والله ما بيناموش دلوقتي. لا صحيح بيذاكروا يعني على الاقل بيسمعونا. يعني دي اضمنها، لكن ولو ما بيسمعوا ما بيذاكروش. لا لا بس ولا حاجه، طلبه علمي يعني تلاقيهم دلوقتي ايه، يعني قاعدين سهرانين وبيذاكروا وتعبانين، وبندعي لهم كلهم ان ربنا يوفقهم ان شاء الله. امين. انا مش حضرتك تمام ان شاء الله. بص بس انا احب قبل ما ادخل في الماده العلميه يعني ايه اوضح شويه نقط لاولادي. بص احنا لو بصينا للطلبه في اليومين دول بتلاقيهم مقسومين مثلا لنقول 2 أو 3 كاتيجوري بالظبط. في طالب هتلاقيه مذاكر كويس قوي قوي وحافظ، بس هو خايف قوي، والشكوى بتاعته ان هو ناسي كل حاجه. الطالب ده عايز اقول له ان دي شكوى طبيعيه، يعني معظم حتى اولادنا اللي كانوا اللي حققوا سكور على مستوى الجمهوريه كانت دي شكواهم في الفتره دي. طيب ما هو احنا نعرف العلاج ايه او الحل ايه. هو المذاكره، الفهم والحفظ بالظبط زي ان انت بتاخد المعلومه تدخلها دماغ الطالب، لكن الحل الامتحانات والمراجعات والاسئله ده ان انا بخرج المعلومه ازاي في ورقه الاجابه. فلذلك انا بنصحه انه هو لا، انت فاهم كويس، انت حافظ كويس، انت مذاكر كويس، بس انت ناقصك ان انت تشوف السؤال وجوابه، دي اللي هو المراجعات، وبعد كده تبتدي تشوف الامتحانات بتيجي ازاي. الجزء اللي هيستعصي عليك فهمه بص ما تحاولش فيه كتير، لكن شوف السؤال جاي فيه ازاي، هتلاقي ان السؤال اسهل مما تتوقع. ده كاتيجوري من الطلبة. في كاتيجوري تاني هتبص لقي ان هو ما ذاكرش وما اهتمش وما حلش وفي الوقت نفسه برضو بيقولك نفس الشوكة، بيقولك انا ناسي. في الواقع انا مش عارف هو ناسي ايه، يعني انا بتقالي ان هو ناسي اللي هو ما ذاكروش. ناسي انت فتحت حاجة يا ابني. لكن هو على اي حال برضو في حل. الحل ايه؟ الشورت كات بتاعه انه يمسك ملزمة مراجعة كويسة، يدخل على الاسئلة بتاعتها. في استراتيجية معينة لمذاكرة ملازم المراجعات. ايه هي دي؟ عبارة عن ايه؟ ان الطالب المفروض اول ما يمسك ملزمة المراجعة يبتدي الاول بالاسئلة المقالية. ده على فكرة مش في الجيولوجيا بس، يعني ايه اسئلة مقالية؟ اللي هي الاسي كويستشنز، اللي هي عبارة عن ايه؟ اشرح، فسر، اذكر، قارن. دي بتبقى لما الباب كله الشابتر كله بيكون موجود فيها. بعدها بتيجي اللي هي جيف ريزونز، اللي هي الاسئلة علل، وبعد كده تشوز، اختار. ده كله بتبص لي في الاخر هلاقي نفسه لم الماده كلها. وعايز اقوله دايما ان ستيل في وقت، يعني ان انت دايما عندك وقت، فمش عايز حد يجي دلوقتي ويفقد اعصابه سواء كان طالب مذاكر او مش مذاكر، لكن ممكن يغتنم الفرصه الجايه وممكن برضو يقفل الماده لان الماده في منتهى السهوله. طيب حلو المقدمه دي تخليكم تتفائلوا ومالكوش حجة، هو قوموا بقى يلا. يقوموا وبعدين ما يهملوش عنصر التغذية بتاعهم. يعني بشوف طلبة كتير قوي دلوقتي خست، وطلبة تانية تخنت قوي. الطالب اللي خس قوي دوت ما بياكلش، الاثنين غلط، وده غلط. واللي تخن قوي دوت بياكل من الخوف. انت لا فتبص ده كده الاثنين مش صح. طيب بصوا بالنسبة لأسئلة الجيولوجيا هي متوزعه في الامتحان ما بين زي ما احنا عارفين تشوز والساينتفك تيرمز اللي هي المصطلحات العلميه، وبعد كده بيجي علل، وبعد كده النوع الجديد اللي دخل جيف اكزامبلز، هات مثال، لان كان الملاحظ ان كلنا بنذاكر ونيجي عند الامثله وما بنذاكرهاش، وده ما كانش صح. فبقى ليها سؤال مخصوص في الامتحان. كمان من الاسئله المهمه what is the benefit of، يعني ما فائدة كذا. ده مهم جدا دلوقتي، لان في اتجاه دلوقتي ان كل العلوم تبقى تطبيقية. يعني ايه الفايدة ان انا بدرس جيولوجيا وانا مش عارف انا هستعمل الجيولوجيا في ايه؟ لا، فخلي بالكم قوي من اليوزز بتاعة المعادن والعناصر، اليوزز نفسها او البنفيتس بتاعة البرانشز بتاعة الجيولوجيا. ده سؤال بيجي اكيد كل سنة،
بيجي في صورة مصطلح علمي. طيب يعني بتهالي أنا لو ابتديت معاكو في أسئلة كانت دايما أو مواضع معينة في المنهج كان دايما بيجيني الأسئلة فيها، فاسمحوا لي أبتدي مناقشتها معاكو الأول وأبسطها ليكو وأفهمكو طبيعة السؤال بيجي فيها إزاي. قبل ما اجي ولاد كتير من ولادي كانوا بيسألوني على بوين رياكشن سيريز اللي هي متسلسلة بوين وازاي ممكن يتسألوا فيها. بص يا ولاد، هو بوينز ده عمل لنا خدمة حلوة قوي ان هو فسر طريقة تكون جميع انواع الصخور النارية بطريقة جميلة وسهلة، وشرحها على انها تفاعلات بتحدث داخل المجمة. الستارتنج بوينت بتاعها ان تبتدي المجمة يحصل لها كريستاليزيشن، يبتدي مبردها. فمثلا على سبيل المثال احنا يهمنا نعرف اصل صخور الارض. كان الراجل جيمس هاتون قبليه قال لنا يا جماعة ان اصل الصخور هي الصخور النارية. طيب انا عايز اعرف الإيجنياس روك او الصخور النارية دي اتكونت ازاي وايه هي انواعها. فقال لي طب بص نقف لحظة واحدة كده، احنا لما نقول صخور نارية اتكونت يبقى جت من عملية تبلور الصهير. الله، ايه الصهير دي؟ كلمة جنرال قوي. فبقولك لا، الصهير ده احنا نقدر نقول عليه المجمة اللي احنا بالعربي يقول عليها الحمم البركانية. طول ما هو الصهير في جوف الارض احنا بنسميه مجمة، ولو طلع على السطح بنسميه لافا. بداية التفاعل اللي هو الستارتنج بتاعه ان يبتدي يحصل كولينج للصهير. احنا عارفين ان الصهير بيبتدي في درجة حرارة بتوصل لحوالي 1200، ففي الحالة دي اول ما بتبتدي تنخفض درجة الحرارة تبتدي يحصل التفاعل او بوين رياكشن سيريز. طيب احنا النهاردة الحاجة لما بتبرد وتكون في درجة حرارة 1200 ولما تكون طبيعة مادة الصهير دي مادة لدنة مائعة، ففي الحالة دي يبقى هي بتبرد بطريقة معينة وعلى مراحل. زي ايه؟ بصوا مثلا لو جينا قلنا ان انا عندي صهير في درجة حرارة مثلا اراوند مثلا 1200 وهنبتدي نعمل له كولينج، ففي مجموعة الاول من المعادن بتتكون، يبقى دي بتتكون في الفيرست ستيج او في الايرلي ستيجز، يعني ايه؟ في المراحل الاولى من تبلور الصهير. طيب ايه المعادن اللي بتتكون وايه الصخور اللي بتحتوي على هذه المعادن؟ بص يا ولاد، احنا عندنا دلوقتي ان الصهير ده بيتكون من 8 عناصر كيميائية. التمن عناصر دي اللي احنا خدناهم في مجموعة السيليكات، ستارتنج بالاكسجين، سيليكون، ألومنيوم، حديد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم. دي العناصر اللي بتشكل 98.5% من المعادن اللي بتخش في الصخور. طيب لو ابتدينا التفاعل هبص الاقي ان في وسط الصهير ده بيحصل كونسامشن، يعني استهلاك في الاول العنصرين المهمين جدا اللي هو الحديد والمغنيسي. يبقى اذا اول المعادن تكونا هي اللي بتحتاج كمية كبيرة من الحديد والمغنيسيوم الى جانب الكالسيوم. الله، طب انا بقول الى جانب ليه؟ اصل الراجل ده كان دقيق جدا وسهل لنا حاجات كتيرة قوي بوين الحقيقة. قال لي يا جماعة انا هعمل لكم الرسمة اللي موجودة في الكتاب. الرسمة دي بالمناسبة هي علينا بيانات، يعني انت مش هترسمها بايدك، انت بتحفظ بس البيانات اللي عليها. واضح ان كان في تفاعل بيحدث على اليسار وتفاعل بيحصل على اليمين. طيب ايه اللي كان بيحصل على اليسار؟ قال لي ده تفاعل غير متصل. يا عم غير متصل ليه؟ قال لي هتبص تلاقي كل شوية معدن يتكون وبعد كده يقطع معايا ويطلع معدن جديد ويطلع. الله، اذا احنا هنسميه تفاعل غير متصل. طيب والناحية اليمين، قال لي بص بقى في معدن رهيب فظيع مصر ان هو ينتشر في جميع انواع صخور الارض، وده رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهي مجموعة الفلسبار. طب الرحمة اللي ربنا جعلها سبحانه وتعالى في انتشار هذا المعدن في جميع انواع الصخور جت من اين؟ بصوا كده يا ولاد، الفلسبار ده لما بيحصل له تجوية، يعني تحلل بفعل عامل الجو، احنا خدنا ان الفلسبار ده
بيتحول للكاولينايت يعني معادن الطين، يعني بيكون تربة زراعية، يعني هتبقى التربة الصالحة للزراعة. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أنه يجعل هذا المعدن منتشر في جميع أنواع الصخور تقريبا. طيب، فما يحدث على اليمين زي ما احنا اتفقنا، هيبتدي الفلسبار يتكون بأنواعه. هو ليه نوعين أساسيين، بلاجيوكليز وده فلسبار غني بالكالسيوم، وأرسوكليز وده الفلسبار الغني بالبوتاسيوم. طيب تعالوا يا أولاد، إيه ناخد التفاعل على اليسار الأول. أول معدن هيتكون معايا على اليسار معدن الأوليفين، وهو معدن من أروع وأجمل المعادن اللي ممكن تتخيلوها، والصورة النقية منه جدا ممكن تتعمل فصوص، لأن هو بيكون معدن لونه أخضر شفاف، اللي احنا تجاوزا وخطأ مننا ساعات من عليها الزمرد. المعدن ده معدن قوي وغني جدا بالمغنيسيوم والحديد. طيب بس هو المرحلة بتاعته في التكون قصيرة، بياخد درجة الحرارة العالية ويقطع بعد كده علشان يسلم الراية لمعدن جاي بعديه غني جدا بالحديد برضو، اللي هو معدن البيروكسين. البيروكسين بيشتغل معايا شوية ويفضل ماشي لحد ما الحديد بتاعه يقل، وهو روحه في الحديد يروح مسلم الراية للأنفيبول. الأنفيبول تروح مسلمها للمايكا السوداء. المايكا السوداء، وصلنا للمايكا، يبقى احنا كده قربنا ندخل في المرحلة الأخيرة اللي هي ايه؟ يقولك درجات الحرارة المنخفضة. المنخفضة دي عندي في الجيولوجيا يعني 750 درجة مئوية تقريبا. طب تعال نبص كده نشوف ايه اللي بيحصل على اليمين يا ولاد. هتلاقي ابتدينا كان عندي كالسيوم كتير، فتكون الفلسبار الغني بالكالسيوم اللي هو البلاجيوكليز. طيب الكالسيوم يا جماعة بيقل مني، طب ما هو الفلسبار مصر انه يكمل، يروح واخد مع الكالسيوم، يروح هوب خابط شوية صوديوم من الطريق معاه، ويبقى أنا كملت النقص في الكالسيوم بالصوديوم. يبقى أنا كده عندي فلسبار غني بالصوديوم والكالسيوم. طب خلاص الكالسيوم هوب خلص، يقولك أنا مصر وحكمل، ويبقى فلسبار غني بالصوديوم بس. طب وبعدين الصوديوم خلص، يقولك ولا يهمك البوتاسيوم كتير، ويروح واخد البوتاسيوم ويكون الأرسوكليز. الأرسوكليز لونه فاتح، وبعدها تتكون المايكا البيضاء، واخر معدن هيتكون هو الكوارتز. احنا ممكن نطلع فاصل؟ اه اتفضل. لو في حاجه نكملها ونخرج بعدها للفاصل على طول. طيب يا تحب نخرج فاصل ولا يعني انا قطعت حاجه في الـ لا 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 كده اوكي. لا لا الجميلة. لا 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 معلش، هي جيولوجيا اصلا، ما انا ادور في الكلوروفراز والحاجات دي عايز ادخل مش عارف. ما احنا اتفقنا ان هي ماده علميه في المقام الاول. كان الله في العون. لا انا كنت واخدها بس شكل اي حاجه. لا اصلا كنت ايام ادبي بقى لما كانوا بياخدوا بالظبط، كانوا بياخدوا جيولوجيا، دلوقتي بقت على علمي بس. كان كتاب اصفر كده قديم. هي كانت كارثه على ادبي بصراحه. لا يعني بيتكلم في تفاعلات كيميائيه والله العظيم، اللي هو يعني لمؤاخذه انا مش فاهم حاجه. زي برضه ما كنا بناخد احصاء يعني. انا في الاقتصاد دخلت رصيت المنهج، في الاحصاء مش فاهم اي حاجه، مش فاهم اي حاجه. انا ساقط حساب يا جدعان ورياضه، مش فاهم. لا بص، هتنقل لحاجات اسهل من كده شويه، ما فيهاش كيمياء كتير. في امل يا دكتور، في امل اوعدك. طيب اللي عايز يا شباب ويا بنات يحضر المراجعه النهائيه مقدمه هديه من دكتور احمد شفيق، يدخل على صفحة الراديو 9090 على البوست ويكتب اسمه، وجنب الاسم يكتب جيولوجي أو جيولوجيا بس كده. مكملين مراجعة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة الثانوية العامة، ودكتور أحمد شفيق يعني مش عايز يزعل حد، فهيبقى يعني كل شوية في ميكس كده ما بين الطلبة اللي بيدرسوها بالعربي والطلبة اللي بيدرسوها بالإنجليش كمان. احنا كنا اولاد وقفنا لحد ما اتكلمنا على بوين رياكشن سيريز او متسلسلة بوين او تفاعلات بوين، ووضحنا السيكونس او الترتيب اللي بيحصل فيه بولامرايزيشن للصخور اللي موجودة according to the heat, the degree of heat. طيب فاحنا عرفنا بسرعة كده ان ما يحدث على اليسار كان الفورميشن اوف اوليفين، بعد كده البيروكسين، بعد كده دخلنا على الانفيبول، ووصلنا للمايكا السوداء، وفي الاخر ابتدينا ندخل على الصخور فاتحه الالوان اللي احنا بنسميها فيلسك روك او اسيدك روك،
دي المجموعة الحمضية اللي هي أكتر المجموعات انتشارا واللي هي بتبقى الملك بتاعها اللي هو الجرانيت، لذلك احنا بنسميها الجرانيتك جروب. وما يحدث قلنا على الليفت سايد كان الفورميشن اوف بلاجيوكليز which is calcium rich feldspar. Then we are going to calcium and sodium rich feldspar. Then sodium rich feldspar at the end where there is no sodium in the magma. Then orthoclase which is potassium rich feldspar can be formed. جدير بالذكر ان انا اقول ان الفلسبار البوتاسي والأورسوكليز والمايكا البيضاء والكوارتز دي مجموعة معادن وجودها في الصخر بيؤدي الى ان لونها يبقى فاتح، وعلى العكس تماما the presence of iron or magnesium ده بيدي للصخر لون غامق. عايزين نرجع عربي بقى. طيب يبقى احنا كده اوكي، يبقى احنا كده نتوقع السؤال الاتي، ممكن يختار اي صخر من الصخور الغامقه اللي احنا بنسميها الصخور القاعديه، او يقول لي الله هو صخر البازلت ليه غامق اللون، هقول له اكيد هو غامق لاحتوائه على نسبه عاليه من الايرن والمغنيسيوم. طيب يرجع تاني يقول لي طب ليه الجرانيتس والمجموعه الجرانيتيه اللي هي بتشمل الرايولايت والأوبسيديان والحجر الخفاف ليه it is characterized by light colors، هقول له اصل الفكره هنا انها بتحتوي على نسبة سيليكا عالية it reaches 66% كلها، والسيليكا كلها معروفة ان هي بتدي اللون الفاتح للصخر. طيب من ضمن الاسئلة البينية الجميلة قوي اللي ممكن يجي لنا هنا يقول لك ايه ما النتائج المترتبة على تبلور 50% من الصهير. What's going to be happen if 50% of the magma is solidified أو crystallized. الله هو عايز بالضبط بيقول لك ايه النتيجة اللي هتحصل لو 50% من الصهير اتكونت، اقول له خلاص ال 50% اللي فاضلين هيخلوا تماما من الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، لان دولت the first consumption اول العناصر اللي هي بتستهلك هي العناصر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم. طيب نتنقل لموضوع تاني وبرضو من الاسئلة اللي بتيجي كتير واللي كان فيها عندنا شوية التباسات. النظرية الايزوستاتيكية للأرض هي بتناقش ايه بالظبط؟ هي النظرية دي كان حطها بروفيسور إيري بعد ما توسعنا في الجيوفيزيكس اللي هو علم الجيوفيزياء، وده علم بيعتمد أساسا على الأجهزة وعلى الكهروماجنتيك ويفز. وصلنا لمرحلة معينة فطلع بروفيسور إيري بشوية إيضاحات كانت مهمة قوي. السؤال بيجي لي فيها هنا موجه جدا، هيجي يقول لك ايه بما تفسر زي التوازن الايزوستاتيكي اللي بيحدث ما بين الجبال رغم ان جنبيها منخفضات. يعني انت عايز تقولي بالضبط، يعني عايز يقول الله هي الجبال العالية دي لما يكون جنبيها منخفض ليه الجبل ما بيتكفيش ما بيقعش فيه رغم وجود بعض الكوارث المدمرة زي الهزات الارضية. هنرجع تاني يقول سبحان الله ان ربنا زي ما ذكر في القرآن إن الجبال زي الأوتاد. تفسير الجيوفيزيكس جاء لنا يا جماعة خلي بالكو إن الجبال دي ليها جذور، وإن الجدر ده بيمتد أربع أمثال ارتفاع الجبل. إذا وتد ولا مش وتد؟ لا وتد، هو ثابت في الأرض. إذا كان فوق كيلو يبقى الجدر بتاعه هينزل 4 كيلو. طب وايه النقطه؟ طب وايه يعني ما ممكن يكون 4 كيلو وفي شويه صخور رسوبيه، واحنا في الصخور الرسوبيه اتس لوس سيدمنت. اقول لك لا، ده بيغوص حتى صخور المانت اللي هو الوشاح وهي صخور عاليه الكثافه. اذا تبقى الصخور ماسكه قاعده الجبل من تحت، تحصل هزات ارضيه لا يمكن ان الجبل يتكفي او يقع او على المنحدر او اسف على المنخفض اللي جنبه. ممكن الهزات توقع صخور من القمة، لكن ان الجبل ككل يتكفي مستحيل، لان دي ارادة ربنا سبحانه وتعالى ان تظل الجبال في اماكنها حفاظا على توازن الارض. طيب دي كانت اول قضية ناقشها إيري، ثبات الجبال رغم ان جنبيها منخفضات. ورجع تاني كان في سؤال محيرنا قوي، الله انا عندي نهر النيل
وهو من أقدم وأشهر وأكبر أنهار العالم، بقاله كم ألف سنة بيسحب الرواسب من قمة جبال الحبشة، من هضبة الحبشة، ومع ذلك ما زالت هضبة الحبشة قائمة. يعني إيه؟ قال لك كل عوامل التعرية زي الأنهار والرياح ما هي بتاكل من قمم الجبال، ومع ذلك ما زالت الأرض مغطاة بالجبال، وما قلناش الأرض تسطحت. الله، فواحد من ولادي قبل كده بيقول لي الله، هو والأرض لو تسطحت هيحصل إيه؟ هقول له يحصل خلل في توازن القشرة الأرضية، وربنا سبحانه وتعالى جعل كل حاجة بميزان حساس. طيب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيعوض قمم الجبال قصاد فعل عامل التعرية؟ حاجة لا يمكن كنا نتخيلها أثبتتها النظريات. بص يا أولاد، كان زمان، أنا مش عارف ده موجود دلوقتي ولا لأ، في ميزان، الميزان ده بيبقى ميزان بلدي اللي هو عبارة عن إيه؟ ليه كفتين، ما زال موجود يمكن في بعض الأسواق الشعبية. الميزان ده تحط حاجة هنا تبص تلاقي إيه، تنزل والتانية تطلع، ناخد من هنا نحط الناحية التانية، مش هنخلص، تبتدي تفضل إيه لحد ما يحصل بالانس. فبص تخيل يا أحمد إن ما يحدث في قمم الجبال نفس الفكر ده. إيه اللي بيحصل؟ قمم الجبال لو افترضنا إن نهر بياخدها زي نهر النيل، بياخد منها الفراجمنتس اللي هي الرواسب وينقلها في أماكن منخفضة إحنا بنسميها أحواض الترصيب. طيب يفضل العملية دي تتكرر، العملية دي مش قليلة، نهر النيل بيجيب 100 مليون طن من الرواسب سنويا، دي عملية مش قليلة. طيب بص بقى سبحان الخلاق يحصل ايه. تبص لي انا اصبح عندي منطقة تفتيت ومنطقة ترصيب، طبعا هنا انا باخد من قمم الجبال فالوزن هنا يخف وهنا يزيد، يوم منطقة الترصيب تبتدي يزيد فيها الوزن، تروح ضغط على القشرة الأرضية، القشرة الأرضية عايمة على partially molten material اللي هي مادة لدنة مائعة اللي احنا بقول عليها الصهير، اللي هي بيقولوا عليها الحمم. فتبص تلاقي نتيجة الضغط يحصل سريان تدريجي للماجما للصهير في اتجاه قاعدة الجبل اللي اتفتت، فإيه اللي يحصل؟ تعيد رفع الجبل مرة أخرى. الله، طب المادة اللي راحت دي ما اترفعت من مكانها اللي هو الصهير، الصهير ده غالبا بيحتوي على مواد خفيفة زي الفلسبار والكوارتز، يروح مكون صخور جرانيت تروح لزقة في الجبل من تحت ويحصل بالانس مرة تانية. إذن تظل الجبال قائمة ويظل النحت فيها قائم علشان ناخد الفتات يبقى طين وتبقى أرض زراعية يستفيد منها كل الكائنات اللي موجودة على الأرض. إذن أنا أتوقع سؤال هنا، هو هيجي السؤال بطريقتين، هيسألك ايه هو الاتزان اللي بيحدث ما بين الجبال والمنخفضات، او ما بين قمم الجبال وعوامل التعرية، او هيسيب ده كله ويسأل سؤال تالت. السؤال التالت ده جه في نماذج الوزارة، السؤال التالت هيجي يقول لك ايه، انا عايز مثال يوضح النظرية الاستاتيكية للارض. طبعا اقرب مثال ليه هو نهر النيل، نهر النيل كان بيجيب او ما زال بيجيب الطمي من جبال الحبشة بمعدل 100 مليون طن سنويا. احنا قبل السد العالي كان الكلام ده بيوصل للدلتا، بعد السد العالي بيترصب جنوب السد العالي يعني في منطقة اسوان. فتبص تلاقي على طول الصهير بيتحرك من اسفل مصر ويتجه في اتجاه الجنوب ناحية جبال الحبشة عشان يعيد رفع جبال الحبشة ويستمر عطاء هذا الجبل من الطمي. احب اقول لكم ان الاغنية بتاعت بين عهدك يا غالية للفنان سمير الاسكندراني دكتور احمد اللي اختارها، من الاغاني اللي هو بيحبها هو الراجل. يعني انا ببقى مبسوط لما الاقي حد في البرنامج ذوقنا بالشيء مع بعض. لا والله دي فعلا من الاغاني اللي انا فعلا بحبها، وتلاقيني حتى مشغلها على طول، هي حماسيه جدا بتعبر عن اللي احنا حاسين بيه كلنا. هو كان بيغني ربنا يديله الصحه يا رب وطول العمر كان بيغنيها بكل جوارحه، لما تشوف الفيديو تلاقيه منفعل يعني مش زي الاغاني الوطنيه التكاويه، يعني فعلا وطني جدا جدا جدا، والكلام طالع من قلبه، ولذلك الاغنيه بتوصل لقلوبنا كلنا، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. الاغنيه يا جماعه عشان المعلمين بيحبوا دايما يعرفوا الاغاني اللي ما سمعوهاش قبل كده، الاغنيه سمير الاسكندراني بين عهدك يا غاليه. يلا بينا نرجع بقى للغاليه، الجيولوجيا الغاليه والله. نبص عشان الاستاذ احمد حس بالحر لما اتكلمنا عن الصهير واتكلمنا عن الماجما، فانا بقول نسيب الجو بتاع الماجما شويه ونطلع بره نشوف اثر الجو على الصخور. ايه رايك يا اولاد؟ طبعا احنا عارفين كلنا اللي درس جيولوجيا ان دي احنا خدناها باستفاضة قوي في الباب الخامس تحت مسمى التجوية.
طيب بص يا اولاد، التجويه يعني ايه؟ معنى الكلمه معناه اثر عوامل الجو على الصخور. طيب الاثر ده عباره عن ايه؟ بصوا التجويه ليها ثلاث نتائج اساسيه. الاثر بتاعها عباره عن انها يا اما تفتت الصخر، يا اما تفكك الصخر للمعادن المكونه له، يا اما انها تحلل الصخر يعني تدوبه وتبوشه كده باللفظ البلدي. الله، يعني ايه؟ بص يا جماعه، النهارده لو انا عندي صخره صلبه مش عارف انقلها، حجمها كبير وحركها من مكانها، فجيت اكسرها ما قدرتش، طب نسيبها بقى في الجو شويه. الجو، عوامل الجويه زي الامطار، بالذات الامطار اللي دايب فيها كربون دايوكسيد، تبتدي تعمل حمض ضعيف اللي هو الكربونيك اسيد. الحمض ده ضعيف على اجسامنا احنا، لكن تاثيره على الصخور سبحان الله قوي جدا، فيبتدي يحلل او يفك الصخره، فبالتالي تقدر انها تتفتت. طيب النهارده ايه اللي ممكن يؤدي الى ان الصخر يتفتت ويتحلل؟ ايه اللي في الجو يقدر يعمل كده؟ قالك بص، احنا عندنا بعض العوامل زي ايه احنا مش متخيلينها. تبص تلاقي يقولك الله، تكرار تجمد الماء في شقوق وفواصل الصخور الموجودة في قمم الجبال العالية في الاماكن الباردة. يا عم براحة عليا، بس انا عايز افهم، هو انت بتقول قمم وباردة وتكرار تجمد ايش؟ الله، المية اذا في امطار نزلت والمية اتجمدت، طب ده علاقته بايه؟ عايزين نفتكر كده مثل بسيط قوي يا اولاد، احنا لما كنا بنغلط ونملى الازازة مية ونحكمها ونقفلها كويس ونحطها في الفريزر وننساها، المية بتتجمد فعلا بس الازازة بتطق بتتكسر. ليه؟ لان حجم المية بيزيد عند تجمدها. طب سبحان الله، تخيلوا ان العامل ده بيأثر على قمم الجبال ازاي؟ بتبص تلاقي الامطار بتنزل بتملى الشقوق والفواصل، ممكن بالنهار، يجي بالليل الجو يبرد، تتجمد المية جوه الشقوق والفواصل. الله، طب حجم المية هيزيد، هيضغط على جوانب الشقوق دي، يبتدي ها يضغط. طيب وبعدين افاجأ ان الجليد ده انصهر، يا اما كل يوم يا اما في المواسم. ما انا في الجيولوجيا يا اولاد، انا بتكلم بملايين السنين. الجيولوجيا احنا عمر الارض 4600 مليون سنة والظواهر دي من ساعتها شغالة، ما بتكلمش في بكرة ولا بعده. المهم تتكرر العملية، تخش المية جوه الشقوق والفواصل، تضغط على جوانب الشقوق والفواصل، تتسع هذه الشقوق. طيب تتسع تتسع تتسع، اذا معنى كده ان في كتلة من الصخور هتنفصل عن الصخرة الام. طب تكون النتيجة ايه؟ تنهار من على قمة الجبل وتنزل لوحدها. تفضل هذه الصخور تنهار واحدة ورا التانية الى انها تكون منحدرات اللي احنا سميناها المنحدرات الركامية. يبقى توقع مني سؤال في امتحان اخر السنة يوم ما اجي اقولك ايه، بما تفسر وجود منحدرات ركامية عند سفوح الجبال؟ من حقه يسأل السؤال ده، لان هو جاب الظاهرة. الظاهرة اسمها منحدر ركامي، مكانه فين؟ سفح الجبل يعني اسفله. يبقى بقوله لا، اروح جايب الموضوع من اوله. طيب ظاهرة غريبة برضو اللي بتحصل، ما احنا بنقول ان التجوية بتفتت وتفكك، ازاي تفك الصخر المكونات المعدنية؟ انا عايزك تبص لايدك، لو ايدك دي صخرة تبقى صوابعك دي المعادن المكونة للصخرة دي، وتبقى كل عقلة في الصباع دي العنصر الكيميائي اللي بيتكون منه المعدن. يبقى انا عايز اعمل صخرة تتحد العناصر تعمل الصباع اللي هو المعدن، المعادن تتجمع وتلزق في بعضها بقوة تماسك تبقى صخرة. طب انا عايز افك الصخرة دي، ايه اللي يعملها كده؟ قالك بقى سيب القمم الجبال الباردة، سيب المناطق الثلجية، وتعال نروح على الصحراء، ودي جنبنا هنا، بيننا وبينها مش عارف كام، 20 30 كيلو ولا حاجة. هتبص تلاقي الله، اشهر حاجة الصحراء مشهورة بيها يقول لك تفاوت. ايه يا عم تفاوت؟ يقول لك يعني تباين. انا مش فاهم. يقول لك يعني اختلاف درجة حرارة الليل والنهار، في فرق كبير قوي. اسألوا الجيولوجيين اللي اشتغلوا في الصحراء. النهار حر، يخش علينا الليل تلج. الله، ايه الموضوع؟ طب وده بيعمل ايه؟ قال لك يا اخي انت نسيت، ما هي الصخره مجموعه معادن، والمعادن
تنكمش بالبرودة وتتمدد بالحرارة. تكرار العملية دي تبص تلاقي المعدن عمال يتمدد وينكمش. الله، طب ما الصخرة هتفك، قوة التماسك اللي ماسكة المعادن دي هتضعف. تبص تلاقي الصخرة مكانها لكن مفككة لمكوناتها المعدنية، راحوا مسمينها ظاهرة تكسر الحصى في الصحراء. إذن توقع مني سؤال برضو آخر السنة، بما تفسر وجود حصوات أو تكسر الحصى في الصحراء؟ لازم أجيب الظاهرة من أولها. الظاهرة اللي بعدها غريبة جدا ومهمة جدا. الظاهرة دي العنوان بتاعها شكله صعب لكن الواقع انه سهل قوي. يقول لك ايه؟ ظاهرة تقشر صخر الجرانيت. ايه ده؟ انت بتقول الجرانيت ده صخر ناري هيقشر؟ يقشر يعني ايه؟ يعني ينفصل سطح الجرانيت في صورة قشور كروية الشكل، زي ايه بالبلدي كده؟ زي الكرومبا. معقولة؟ معقولة ان الجرانيت اللي هو واحد من اصلب الصخور النارية يتقشر زي الكرومبا او زي البصلة؟ ممكن. ازاي؟ بصوا بقى يا اولاد، يقولك ده نتيجة تخفيف الحمل. يعني ايه تخفيف الحمل؟ يقولك او بروز كتلة من الصخور لصخر الجرانيت للسطح. طب يا عم فهمني. قالك بص، حتة الجرانيت دي كانت موجودة في جوف الارض تحت ضغط شديد من كل الجوانب، هوب جت حركة رافعة راحت ضربها لفوق، راحت طلع ظهرت على السطح، ما بقاش فيه اي ضغط عليها. ابص لقي سطح الجرانيت ده يطقطق تك 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 تك، يبتدي تقشر فتتحول الى قشور كروية الشكل. واحد قال لي لا يا استاذ انا فاكر كده في حصة من الحصص. لا يا دكتور مش هينفع. بقول له قال ده الجرانيت صلب. قلت له بس في حاجة، ما الصخرة اللي كانت صلبة دي دخلت عليها التجوية الكيميائية مع الفيزيائية. يعني ايه؟ يعني معدن الفلسبار اللي هو اكتر معدن في الجرانيت اتحلل. ايه اللي حلله؟ يا عم شويه ميه فيها كربون دايوكسيد في الارض. الله، شويه ميه فيها اي احماض خلت الصخره دي ضعفت. ما هي الصخور دي اللي كانت في جوف الارض لما خرجت بره وكان الفلسبار بتاعها بقى مش مستحمل عوامل الجو، لانه ما ترباش عليها، ما نشأش في عوامل جويه، هو مكتوم تحت في الارض، فطلع بره ما استحملش عوامل التجويه. فيبتدي تبص تلاقي الفلسبار اتحلل، يبقى فاضل ايه؟ ما هو اهم معدن في مجموعه الجرانيت والفلسبار. فتلاقي الصخر ما يستحملش ويبتدي يحصل له اكسفوليشن، يعني يحصل له تقشر. والنقطه دي واخر مثال ده اللي انا بقوله بيجي وراها سؤال هام جدا. ايه السؤال وايه اهميته؟ السؤال ده يا شباب بيحتسب على 20% اسئله ذكاء، رغم ان هو سؤال بسيط قوي. ايه السؤال ده؟ ركزوا معايا، واللي معاه قلم يكتب. بص يا اولاد كده هيجي لك، يقول لك ايه؟ تسير التجويه الكيميائيه جنبا الى جنب مع التجويه الميكانيكيه، اشرح ذلك مستعينا بمثال. اكتب بقى الاجابه لانك مش هتلاقيها في حتت كتير. بص، والله انت بتقول ان الكيميائيه والفيزيائيه التجويه ماشيين جنب بعض وبيأثروا على الصخور. الكلام ده واقع. واقع ازاي؟ والاجابه هتكون ايه؟ هقول له بص، التجويه الكيميائيه بتؤدي الى تحلل الصخور. طب دي بتحللها ازاي؟ قال لك بتغير المعادن اللي جوه. يعني ايه بتغيرها؟ بدل ما تبقى معادن قويه تعملها معادن اضعف واقل تماسك. بدليل الفلسبار اللي موجود جوه الجرانيت، شويه ميه وكربون دايوكسيد، ودي كتير يا اولاد، دي امطار حمضيه، دي حاجه ما فيش اكتر منها، كربون دايوكسيد موجود في كل حته، راحت محوله الفلسبار ده لطين. يا خبر، هو في اهون من الطين؟ بقى ضعيف. يبقى هقول له التجويه الكيميائيه بتحلل الصخر. يا جماعه بتحلله ازاي؟ بانها بتحول معادن الصخر لمعادن اضعف، وده بيسهل ويسرع من تاثير التجويه الميكانيكيه. يعني ايه؟ قال لك ما هو الصخر لما ضعف، لو عندي جدر شجره او احد القوارض هيحفر فيها. الله، ده مش بس كده، يبقى سهل بقى عليا ان يحصل تكرار تجمد وانكماش، يحصل انفصال، يحصل تكسر، يحصل تقشر. اذا تاثير التجويه الميكانيكيه جنبا الى جنب مع الكيميائيه في التاثير على الصخور، لان الكيميائيه بتحلل الصخر بانها بتحول المعادن لمعادن اضعف، وده بيسهل ويسرع من التجويه الميكانيكيه. واللي مش مصدقني
يدرس ظاهرة تقشر صخر الجرانيت. إذن المثال اللي عندي هو تقشر صخر الجرانيت الذي يحدث فيزيائيا بتخفيف الحمل، ولكن كيميائيا بأن معدن الفلسبار اللي جوه ضعف بتأثير التجوية الكيميائية. احنا هنقول اسامي الطلبة اللي تحضر المراجعة قبل ما نختم. تؤى سمير، اسماء بيومي، اسماء افتحي الاوبشن ان احنا نعرف نبعت لك رسائل، عائشة عبد الله، هاجر سراج، رغدة محمد، اسراء فؤاد، احمد رمزي، ابراهيم محمود، ايا نبيل، ندى شريف، يمنى خالد، افتحي برضو رسائل يمنى، وياسمين عبد الكريم برضو ياسمين افتحي رسائل، وكيرو كمال وبسمة سعد. نقولهم تاني: تؤى سمير، اسماء بيومي، عائشة عبد الله، فين نتوت، هاجر سراج، رغدة محمد، اسراء فؤاد، احمد رمزي، ابراهيم محمود، ايا نبيل، ندى شريف، يمنى خالد، ياسمين عبد الكريم، وكيرو كمال وبسمة سعد. انا عايز حضرتك بقى تنصح الطلبة اللي هي هنعتبر ان هو خلاص يعني كأننا في ليلة الامتحان، النصائح الاخيرة كده في الامتحان يعني والله يعدي على خير ان شاء الله. هو ده سؤال مهم قوي، يعني هو الطالب يقول اعمل ايه ليلة الامتحان. بص يا اولاد، ليلة الامتحان ممنوع تفتح اسئلة بدون اجابات. يعني ايه؟ يعني ما يجيش واحد صاحبك يقول لك السؤال الفلاني ولا العلاني، لا، انت المفروض ليله الامتحان، لانك هتكون اعصابك تبقى مشدوده، كل الاسئله اللي قدامك اللي انت بتقراها سؤال وتحتيه اجابته. اذا اراجع الاسئله اللي خدتها في المراجعات، وبعد كده امسك الملازم بتاعتي واذاكرها من الاخر للاول. يعني ايه؟ بقراها بقى بلم. طب اشمعنى من الاخر من الاول؟ بص يا اولاد، انتوا اتعودتوا اخد المنهج من اوله لحد اخره، فكل مره بدخل وانا فريش وبخش مندفع، وبعد كده على ما بوصل للابواب الاخيره ببقى تعبت. لا، المره دي بقى هذاكرها من الاخر للاول، وصدقوني الامتحان بسيط جدا. الهدوء النفسي مهم. لما تشوف سؤال جديد ثق ان في اختيارات، فما تخافش، وان شاء الله ربنا هيوفقكم، وبندعي لكم، واحنا تحت امركم في اي وقت، وربنا ان شاء الله كده يفرحنا كلنا بيكم، وتكون سنة سعيدة عليكم، ويحقق لكم كل اللي تتمنوه بإذن الله. في مثل أخير جيولوجيا علمتهوني أحب أقوله لكم. كان دايما لينا أستاذ فاضل، واحد من أساتذتنا ودكتور كبير ربنا يديله الصحة وطولة العمر، كان يقول لنا إيه: Nothing constant but change، ليس بمستمر سوى التغيير. دي الأستاذ ده ما زال عايش ربنا يديله الصحة، وهو عالم من علماء جيولوجيا البترول، وكان دايما يقول لنا nothing constant but change. ليس بمستمر سوى تغيير، واللي جاي ان شاء الله احسن، ومستقبلكم ان شاء الله احسن واحسن، وربنا يوفقكم كلكم. شرفتنا يا دكتور، وكل التحية لحضرتك. ربنا يحفظك، ويعني لنا لقاءات كثيرة ان شاء الله. لا اكيد والله، انا نفسي فهمت يعني، انا اللي ما فيش مني امل فين. لا ربنا يوفقكم ان شاء الله، وانا سعيد جدا باللقاء ده. سيف فندم، شرفتنا.